أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اعلموا بارك الله فيكم أن من الأمور التي تزيد في البركة، تزيد في الرزق وتبارك فيه، الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمحتاجين والمعدمين. فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: رأى سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إحدى الغزوات، رأى أن له فضلاً على من دونه من الضعفاء بسبب شجاعته وقوته، رأى أن له فضلاً على من دونه من الضعفاء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أراد أن ينبه سعدا، فقال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يقول ابن بطال رحمه الله تعالى، وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصاً وأكثر خشوعاً لخلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها، ولصفاء ضمائرهم مما يقطعهم عن الله عز وجل، فجعلوا همهم واحداً الآخرة فزكت أعمالهم. لذا عباد الله أيها الكرام، من أراد البركة في رزقه فعليه بهؤلاء الضعفاء. تذكروا في مثل هذه الأيام مثلاً، تذكروا حال الفقراء والمعدمين والمحتاجين من إخوانكم، فبعضهم والله لا يجد الكساء الذي يحمي أجسادهم، أو فراشاً يقيهم صقيع الأرض، أو طعاماً يقوي عودهم على البرد. والله بعضهم لا يجد وسائل التدفئة ولا الوقود الذي ينتفعون به، بل والله بعضهم يسكنون في بيوتٍ لها مداخل ومخارج من الهواء البارد، ذلك من قلة اليد التي عندهم، ليست لهم أبوابٌ ولا شبابيك، إنما الستر التي ترخى على الأبواب والشبابيك. بل بعضهم والله عباد الله يسكنون صفيحاً فوق رؤوسهم حديداً في حديد، يجمدهم وأسرهم وأولادهم. فتذكروا عباد الله هؤلاء، تذكروا أن الراحمين يرحمهم الرحمن، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أجل أيها المسلم، فما أجمل في مثل هذه الأيام أن تذهب للسوق لوحدك أو مع أولادك أو مع أصحابك، وتشتري لوازم التدفئة من ملابس شتوية أو بطانيات أو مدافئ، ثم تتلمس حاجات المحتاجين من جيرانك من الفقراء والمساكين، أو ممن يسكن في الأحياء الفقيرة. والله بعضهم لا يملك بطانية يستدفئ بها عباد الله، وبعضهم لا يجد الثياب التي تسترهم على أجسادهم. أجل يا عبد الله، وإن كنت لا تملك الأموال فاذهب إلى خزانة ملابسك وابحث فيها عن ملابس الشتاء التي لم تعد بحاجة أنت ولا أهلك إليها، وهي بحالة جيدة، فأخرجها من بطون الخزائن إلى ظهور الفقراء والمحتاجين. افعل ذلك، تصدق عليهم، قدم لنفسك، سلمهم صدقتك بيدك، واحتسب الأجر عند ربك، واعلم والله أنك ستجد أثر ذلك في قلبك بإذن ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفية تطفئ غضب الرب. وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ويقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم:
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.